السلام عليكم يا شباب، مع فيديو جديد من فيديوهاتنا، وبنتكلم المرة دي على واحد من موضوعات اليورينري سيستم وهو اليورينري بلادر. بص كده معايا، هفكركم بحاجة معينة كنا بنرسمها كده. تعالوا نفتكر كنا بنرسم الهبون ازاي. انا الفوكس الاول، الفوكس افضل. كنت بقول والله ان انا عندي الساكرم والكوكسكس على الباك، طبعا تحت الفقرات اللمبر فيرتبري تحت L5 تبدأ الساكرم والكوكسكس. وبعدين كنت بقولك ان في عندي حاجة اسمها الهبون، عظمة الحوض. الهبون كانت بتبدأ بإيلياك، وبعد كده إيسكيام، والحتة الموجودة في القدام دي اسمها البيوبس، وكانت بتنتهي بالبيوبس من الناحية دي مع البيوبس اللي هتيجي من الناحية التانية عشان يعمل لي حاجة اسمها السيمفسز بيوبس. في موضع اليورينري بلادر بقى، من التركيب اللي فوق ده والتركيب اللي قدامي ده كده، بص اليورينري بلادر المفروض ان هو موجود هنا كده. مكان اليورينري بلادر موجود قدام الابر بارت بتاع البيوبس. اوكي، اليورينري بلادر، اليورينري بلادر واحد من الاكسكريتوري اورجانز، واحد من الاورجانز اللي موجوده في الرينال سيستم، موجود قدام الابر بارت بتاع السيمفيس بيوبس. شكلها عامل ازاي؟ لما نيجي نبص لشكل اليورينري بلادر هقول لك ان اليورينري بلادر ممكن تكون رافلي بيراميدال ان شيب ورا السيمفيس بيوبس بهذا الشكل. دي لو كانت امتي، يعني مفيهاش كمية يورين، وطبعا بتتصل باليوريثرا تحت الحتة دي كده، قناة مجرى البول. طيب لو كانت فل، قالك بيتحول من الشكل البيراميدال بتاعها إلى شكل نوعا ما راوندد في حالة الفول بلادر لما تبقى مملوءة باليورين. إذا اليورينري بلادر بيراميدال لو كانت امتي وسفيريكال أو راوندد، سفير سفيريكال جاي من سفير، أي كرة، لو كانت ديستندد أو مملوءة باليورين. آخر حاجة عايز أعرفها إن اليورينري بلادر اللي قدامي دي لها سيرفيسز عاملة إزاي. فقال لك لما تيجي نرسم اليورينري بلادر دي من مقطعين، هرسم لك اليورينري بلادر من مقطع امامي، وهرسم لك اليورينري بلادر من مقطع جانبي، ونحاول نعمل اليورينري بلادر بشكل نوعا ما 3D. بدل ما احنا عمالين نرسمها بشكل 2D كده، تعالى نرسمها بشكل 3D. ده السيمفيسز بيوبز اهو، بص كده. عايز ارسم بس حاجه موجوده هنا كده، اقول ان دي الامبليكس او الامبرايكس اللي هي السر. اليورينري بلادر لها ايه بقى؟ قبل ما اقول لها ايه، تعالى نرسمها من مقطع امام كده، مقطع الجانبي بتاعها. لما تيجي نرسمها من مقطع امام، اليورينري بلادر من المقطع الامامي هتبقى عامله كده. ودي طبعا البروستات، وهنا البروستات. تعالى بقى نتكلم على السيرفيسز بتاعت اليورينري بلادر. اليورينري بلادر لها ايبكس، المنطقة دي كده، وأكيد من لها ايبكس يبقى المنطقة اللي أمامها الخلفية دي كده، المنطقة اللي ورا دي كده، تبقى دي البيز دي كده. الايبكس دايركتد انتيرلي او فورورد، والبيز دايركتد باكورد. اليورينري بلادر يعني لو عملنا كده، اللي فوق ده ممكن نسميه السوبيريور سيرفيس، اللي
طب هو الجزء اللي تحت ده مش ممكن نسميه الانفيريور سيرفيس؟ قالك بس يعني هنسمي كل ده الانفيريور سيرفيس؟ فقالك بس بص هو دايركتد داون وورد، وبرضه ممكن نقول عليه لاترال سيرفيس. قالك بس يبقى هو لها تو على الناحية دي والناحية دي، تو انفيرو لاترال سيرفيسز. ده واحد انفيرو لاترال سيرفيس الجزء ده كده، وده كده انفيرو لاترال سيرفيس، هو دايركتد داون وورد ودايركتد لاترالي برضه. تعالى بقى نتكلم على كل جزء من الأجزاء دي. أولا تعالى نتكلم على الإيبكس. الإيبكس دايركتد أنتيريرلي، تقريبا متجهة ناحية البيوبس، ولكن الإيبكس دي بتيجي تتصل بالأمبليكس والأمبلايكس بليجامنت بهذا الشكل. الليجامنت ده موجود في الميد لاين، فقال لك خلاص يبقى هنسمي الليجامنت ده إيه؟ هنسميه ميديان umbilical او umbilical ligament. في الحقيقه الليجامنت ده كان في الامبريو ما كانش ليجامنت مقفول كده، ده هو كان حاجه اسمها اليوريكس، جزء عند اللور بارت بتاع الامبريو كان اسمه اليوريكس. بعد كده لما تكونت اليورينال بلادر من البوستيرور بارت، اليوريكس ده حصل فيه فايبروزس عشان اليورين اللي جوه اليورينال بلادر ما يطلعش من الامبليكس. يعني لو اليوريكس ده كان مفتوح وفاتح على الامبليكس، كان ايه اللي هيحصل؟ اليورين اللي موجود جوه اليورينال بلادر لما يحصل كونتراكشن في اليورينال بلادر يعدي اليورين داخل اليوريكس اللي بقى دلوقتي اسمها ميديان امبليكال ليجامنت، ويلاقي اليورين طالع لي من الامبليكس او من سوره الطفل. وفي اطفال عندهم ما بيحصلش عندهم فايبروزس في اليوريكس وتكون الميديان امبليكال ليجامنت فعلا، وتلاقي عندهم ديسشارج يورين من السره. تيجي الام تشتكي للطبيب تقول له انا بحس ان الطفل ده طالع عن ميه من السره عنده وريحتها زي ريحه البول، يعرف الطبيب مباشره ان الطفل ده عنده بيتنت يوريكس، يعني اليوريكس بتاعته لسه مفتوحه زي ما هي. بتتعمل له عمليه جراحيه وبيحصل سوتشرنج وقفل لليوريكس ده، واحيانا ازاله تامه. طيب بما ان احنا بنتكلم بقى على الليجامنتس، هو اللي بنقول عندنا في كتاب الميديان امبليكال ليجامنت، بس انا عايز اوريكم مجموعه ليجامنتس مسكين في البلادر ومسكين في الامبليكس. اول ليجامنت معايا بص كده، كان عندي ارتري اسمه الامبليكال او الامبليكال ارتري، كان بيمشي على الابر سيرفيس بتاع البلادر بالشكل ده كده، الامبليكال ارتري بيدي حاجه اسمها سوبيريور فازايكال ارتريز، وهو معدي على البلادر من فوق كده. الحاجات اللي نازله منه دي سوبيريور فازايكال ارتريز. بعد كده لما الطفل بيتولد، طبعا الامبليكال ارتريز ديت جايه من البلاسينتا، واخد البلاد موديل البلاسينتا. فبعد ما الطفل بيتولد بيقوم يحصل فايبروزس في الجزء ده من الارتري اللي احنا بنسميه الديستال بارت من الارتري. طالما حصل فايبروزس في الديستال بارت من الارتري بيدنوا بقيه الارتري اللي هو البروكسيمال بارت القريب من الانترنال ايلياك ارتري، هو خارج من الانترنال ايلياك ارتري، بيزدنوا الجزء البوستيرور ده او الجزء البروكسيمال من الانترنال ايلياك ارتري فايبل عشان بيغذي جزء من اليورينال بلادر. طب الجزء اللي بقى فايبروز ده، قال لك بس مش هو حصل فيه فايبروزس، طب ما احنا ممكن نسميه ليجامنت. كان يعني عندي الميديان امبليكال ليجامنت موجود في المنتصف، يبقى الاثنين اللي على جانبيه نسميهم ايه؟ قال لك هنسميهم ميديال امبليكال ليجامنتس. وبما ان في ميديال يبقى اكيد في لاترال امبليكال ليجامنتس. اللاترال امبليكال ليجامنتس دي برضه بتيجي من ارتري اسمه الانفيريور ايبيجاستريك ارتري، وفي زيه اكيد واحد على الناحيه الثانيه. الانفيريور ايبيجاستريك البروكسيمال بارت بتاعه بيدنو فايبل، بينما الديستال بارت بتاعه بيحصل فيه اوبليتريشن. الديستال بارت اللي حصل فيه اوبليتريشن ده هنسميه اللاترال
umbilical ligament. وكده انا عندي ثلاثة ليجامنتس خارجين من البلادر من قدام واصلين للامبلايكال. في منتصف اليوريكاس بيحصل لها فيبروز تكون لي الميديان امبيليكال ليجامنت على الجانبين الديستال بارت بتاع الامبيليكال او الامبلايكال ارتري. عشان هتسمعوا الكلمتين امبيليكال وامبلايكال ارتري بتكون الميديال امبلايكال ليجامنت والانفيرير ابيجاستريك ارتري بيكون اللاترال امبلايكال ليجامنتس. كده الابيكس خلصت. طب ما تيجي نتكلم على البيز. البيز بتاعت اليورينري بلادر دايركت باكورد الريليشنز بتاعتها بتختلف في الميل عن الفيميل. هتقولي ليه؟ هقول لك بص معايا كده. الفيميل عندها حاجه في البلفس مش موجوده عند الميل. تعال نشوف بس الميل بلفس عامل ازاي. وادي السيمفيسيس بيوس. دي اليورينري بلادر. في وراها اخر حاجه في الجي اي تي اسمها الريكتوم. ده بيلبس لواحد من الميل. طيب في الفيميل هلاقي برضو عندي اليورينري بلادر زي ما هي بس ورا اليورينري بلادر هيظهر حاجة تانية. هيظهر عندي الفاجينا واليوترس المهبل والرحم. ده مش موجود عند الميلز. وبعدين أخيرا هيظهر عندي الريكتوم. وادي السكرم والكوكسكس. ده ميل دي فيميل. فعشان كده بيقول لك ان البيز بتاعت اليورينري بلادر تختلف في الفيميل في الميل عنها في الفيميل كريليشن لها. لان اكيد وراها هنا هيكون الريكتم وراها هنا هيكون الفاجينا واليوترس. مش بس كده ده في حاجه كمان زياده في الميل. في حاجه كمان زياده في الميل ايه؟ تعالى نبص على اليورينري بلادر من البوستيريور سيرفيس بتاعها. تخيل معايا كده. ان دي اليورينري بلادر عليها من تحت هنا كده البروستات وده البروستاتا. بصوا يا جماعه انا عندي في الميل عندي حاجه اسمها التستس. طبعا عشان السيمن او الحيوانات المنويه السبيرمز تنتقل من التستس توصل لقناه مجرى البول في الميل. بتنتقل ازاي؟ اكيد هتنتقل عن طريق تيوبس. تبدا بحاجه اسمها الابيديدمس بهذا الشكل. المفروض ده عند الاوتر سيرفيس. خلينا ناخد واحد بس منهم قطعه واحده بس. بص حاجة اسمها الفاز ديفرنس. ونرسمه على الناحية التانية برضو. ده البستيريو سيرفيس بتاع اليورينري بلادر. على الناحيتين تيوبس اللي بتنقل السبيرمز من التستس عشان توصلها لليوريثرا او قناه مجرى البول. وبتنتهي عند الابر بوردر بتاع البروستات. اول واحد منهم اسمه الفاز ديفرنس.
الفاس ديفرنس بتصب فيه الحويصلة المنوية اللي هي السيمينال فيزيكل. بعد ما السيمينال فيزيكل بتصب محتوياتها في الفاس ديفرنس بيتحول اسمه إلى ايجاكيولاتوري داكت. التلاتة ستراكتشرز دول ريليتد للبوستيريو سيرفيس بتاع اليورينري بلادر في الميل. بس كده؟ لا. طب ما تيجي نشوف الصورة تاني، نرجع للصورة دي كده. بص كده، أنا عندي المفروض إن في غلاف بيريتوني موجود في البطن في المنطقة دي، ولنقل مثلا الغلاف البيريتوني أهو. بيجي الغلاف البيريتوني ينزل كده ما بين اليورينري بلادر وما بين الريكتوم بهذا الشكل، وبعد كده يطلع يغطي الأبر سيرفيس بتاع اليورينري بلادر. أوكي، الغلاف البيريتوني ده وهو نازل عمل حتة منخفض كده بيسموه باوتش. الباوتش ده ما بين اليورينري بلادر وما بين الريكتوم، فقال لك بس نسميه من الريكتوم يبقى ريكتو، ومن اليورينري بلادر اي حاجه لها علاقه باليورينري بلادر هنعرف بعد كده ان اسمها فيزايكل باوتش. ريكتو فيزايكل باوتش ده جزء من البيريتون بينحصر ما بين الريكتوم على الخلف واليورينري بلادر على الامام. على فكره مش بيبقى بس ماشي لوحده كده، ده بيبقى بيحتوي على لوبس من السمول انتستين. اوكي، طيب في الفيميل، في الفيميل على عكس الميل، الميل اليورينري بلادر البيز بتاعتها كانت نوعا ما متغطيه بجزء من البريتون اللي بيعمل الريكتو فاسايكل باوتش، لكن في الفيميل البيز مش متغطيه ب البريتون. بص كده، البريتون بيجي في الفيميل يعمل كده بهذا الشكل، فبينزلش عشان يغطي البيز بتاعت اليورينري بلادر. طب البيز بتاعت اليورينري بلادر ريليتد لايه وراها؟ قال لك بص، الجزء ده كده المهبل ده بنسميه الفاجينا، ريليتد للابر بارت بتاع الفاجينا، وريليتد لللور بارت بتاع اليوترس هو الرحم. اللور بارت بتاع اليوترس الحته دي كده بنسميها السيرفكس، عنق الرحم. هو ريليتد لثلاث اجزاء، اللور بارت بتاع اليوترس، السيرفكس، والابر بارت بتاع الفاجينا. طب الابر سيرفيس بتاع اليورينري بلادر، احنا اتكلمنا على البيز. الابر سيرفيس بتاع اليورينري بلادر في الميل زي الفيميل نوعا ما، هو متغطي بالبريتون في الميل ومتغطي بالبريتون في الفيميل، بس الفرق في اسم الباوتش اللي بيفصله عن الحاجه اللي وراه. في الميل بيفصله عن اللي وراه زي البيز، بيفصله عن اللي وراه الريكتو فازايكال باوتش، بيفصله عن الريكتوم وبيحتوي على لوبس من السمول انتستين. طب في الفيميل بيفصلها عما خلفها وهو اليوترس، باوتش برضه زي ما انت شايفه كده حته متنيه من البريتون ما بينهم، اسمها ايه؟ بص كده، ده ما بين اليورينري بلادر وما بين اليوترس، فيبقى اسم الباوتش ده ايه؟ قال لك هنسميه من يوترس يبقى اسمها يوترو، وحاجه لها علاقه باليورينري بلادر يبقى اسمها فازايكل باوتش. يوترو فازايكل باوتش ما بين اليوترس وما بين اليورينري بلادر، واليوترو فازايكل باوتش زي ما كان الريكتو فازايكل باوتش بيحتوي على لوبس من السمول انتستين، برضو اليوترو فازايكل باوتش هيحتوي على لوبس من السمول انتستين بهذا الشكل. طيب الانفيرو لاترال سيرفيس، كنت بقول ان اليورينري بلادر في لها سطح اللي هو السطح السلوبنج المائل التحتاني ده كده بنسميه الانفيرو لاترال سيرفيس، اللي هو تقريبا الجزء ده كده احنا شايفينه عندنا من المنظر الجانبي، فبيظهر عندي واحد من الانفيرو لاترال سيرفيسز. قال لك الانفيرو لاترال سيرفيس زي ما انت شايف كده ريليتد للبيوبيك بون، وبيفصلوا عنها في الميل او الفيميل فات دهون. الفات ده موجود ورا البيوبس فبنسميه ريترو، اي خلفه بيوبك من البيوبس، ريترو بيوبك فات. اخر حاجه عندي حته كونستريكتد في اليورينري بلادر كده قبل ما تدخل على اليوريثرا بنسميها النك. النك بتاعت اليورينري بلادر، بتاعت اليورينري بلادر في الميل قله لغده البروستاتا البروستات. طب في الفيميل مفيش بروستات، في حاجه تحت البروستات سواء كان في الميل او في الفيميل.
حاجة اسمها بيلفيك فاشيا ومسلز اوف بيلفيك فلور. هو ايه اللي بيحمي الاورجنز اللي موجوده في البلفس وبيمنع ان هي تخرج من البلفس؟ قال لك في فاشيه موجوده تحت في المنطقه دي كده اسمها البلفيك فاشيه، بتقفل مخرج البلفس، وكمان في مجموعه من المسلز بتقفل مخرج البلفس بيسموها البلفيك فلور مسل، اهي دي كده، واهمهم عضله اسمها الليفيتور اناي مسل. هنعرفهم بعد كده ان شاء الله لو ربنا شاء ان احنا نتكلم في البلفس بالتفصيل. يبقى اخيرا النك بتاعت اليورين بلادر، الميل ريستنج على البروستات غدد البروستاتا، وفي الفيميل ريستنج دايركتلي على البلفيك فاشيا والعضلات اللي هي البلفيك فلور ماسلز، عشان تبقى كونتينوس مع اليوريثرا. اوكي، كده احنا اتكلمنا على اليورين بلادر من الاوتر سيرفيس بتاعتها كلها. طب ما تيجي نتكلم على الانر سيرفيس بتاع اليورين بلادر. هتكلم عن ايه في الانر سيرفيس؟ هعمل ايه؟ هاخد مقطع في اليورين بلادر في المنطقه دي كده، وهبص على اليورين بلادر من الباك بتاعها. على الباك بتاع اليورين بلادر، اليورين بلادر هتظهر بالشكل ده كده. بص معايا، وادي البروستات. اليورين بلادر اكيد فيه لها ميكوزا داخليه بهذا الشكل، اليورين بلادر داخليا التجويف الداخلي بتاعها قالك بيظهر في اريا مثلثه الشكل تريانجولار اريا، موجودة على اللور بارت بتاع البيز. احنا بنقول دايما ان عندي في اليورين بلادر لها بيز على اللور بارت بتاع البيز في المنطقة دي كده، هيظهر عندي في منطقة مثلثة الشكل اللي انا هرسمها لك دي. المنطقة مثلثة الشكل دي كده محدودة بتلاتة اوريفيسز او تلات فتحات، من فوق ابر ولاترال فتحة اليوريتر هنا وهنا، ومن تحت فتحة اليوريترا، من تحت اليوريترال اوريفيس، من فوق يوريتريك أورفيس. المنطقة دي اسمها الترايجون، المنطقة المثلثة. المنطقة المثلثة دي دايما بتكون سموس، سواء كانت اليورين بلادر مليانة باليورين او فاضيه من اليورين، بينما المناطق اللي حواليها من اليورين بلادر بتكون غالبا فولدد في شكل لونجيتودينال فولدز زي ما انا راسمها كده. لو كانت اليورين بلادر امتي عشان تسمح بانها تتمدد واللونجيتودينال فولدز دي تختفي لو حصل اكستنشن لليورين بلادر بوجود اليورين داخلها. بص كده، ده شكل اليوترس فوق اليورين بلادر. تعال نكبر على اليورين بلادر كده، هتلاحظ ان الداخل بتاع اليورين بلادر في حته فوق اهيت معرجه فيها لونجيتودينال فولدز، والحته اللي تحت دي اللي هي الترايجون المنطقه المثلثه اللي تحت دي كده اسمها الترايجون، تحسها الى حد ما سموزر زان الابر بورد. تعال نبص نشوف صوره اخرى. صورة زي دي مثلا، بص شايف المنطقة اللي تحت المثلثة دي كده، دي منطقة الترايجون محدودة باليوريتريك اورفيس فوق بتوع اليوريترز، وتحت باليوريترال اورفيس. بقية اليورين بلادر بتبقى عاملة فولدز معرجة زي ما انت شايفها كده.
المنطقة السموس اللي في الترايجون دي فيها سموس ماسل اسمها التروسور ماسل. دي سموس ماسل بيجي لها اوتونوميك انرفيشن. الاوتونوميك انرفيشن فايدته ايه؟ ان لما اليورينري بلادر تبدا تمتلئ باليورين يبدا اللونجيتودينال فولدز دي تنفرد. لكن الديتروسر ماسل اللي موجوده في الترايجون مفيش فيها لونجيتودينال فولدز، معنى كده ان الشد هيكون على المنطقه اللي ما فيهاش لونجيتودينال فولدز اكتر من المنطقه اللي فيها لونجيتودينال فولدز. الحته دي فيها لونجيتودينال فولدز كده، فلما تتشد تبدا تنفرد واللونجيتودينال فولدز تختفي. لكن المشكله ان المنطقه بتاعت الديتروسر ماسل ما فيهاش لونجيتودينال فولد، ده سموث اريا بهذا الشكل. فلما تبدا تنفرد فعلا الشد يكون عليها شديد، فتعمل استيميوليشن للاوتونوميك نيرفز يرجع للبرين او يرجع للسنتر بتاعه في السباينال كورد عشان يحسس الجسم ان فعلا اليورينري بلادر بدات تمتلئ بالبول، وعشان يعمل استيميوليشن للميكتيوريشن لعمليه التبول. تعالوا بقى نتكلم على البلاد سبلاي بتاع اليورينري بلادر والنيرف سبلاي والكلام ده كله. بص كده معايا، بالسكرم يوز وادي اليورينري بلادر. كان عندي ارتري اسمه الاورطة. الاورطة كان بيجي ينقسم الى تو الياك ارتريز، والالياك ارتري كان بينقسم الى انترنال الياك واكسترنال الياك. شيل الاكسترنال ايليك، الانترنال ايليك كان بيديني انتيرور ديفيجن وبوستيرور ديفيجن. تعال بقى نشوف الانتيرور ديفيجن هتديني برانشات عامله ازاي. يبقى دي الانتيرور ديفيجن اوف انترنال ايليك ارتري اللي هو جاي من الكومن ايليك اللي جاي من الاورس. اوكي، الانترنال ايلياك ارتري انتيرور ديفيجن بتديني اول برانش اسمه الامبليكال ارتري، وانا اتكلمت على الامبليكال ارتري قبل كده اعتقد مش مستاهل ان احنا نتكلم عنه تاني. الامبليكال ارتري هو معدي فوق البلادر بيبدا يديها برانشات زي ما انت شايف كده. البرانشات دي اسمها السوبيريور فيزايكال ارتريز، اتنين لتلاتة برانشز طالعين من البروكسيمال بارت بتاع الامبليكال ارتري وبيغذوا البلادر من الابر سيرفيس. برضو الانتيرير ديفيجن بتدي برانش تاني كده رايح للبلادر من تحت بهذا الشكل، اسمه ايه؟ اسمه الانفيريور فيزايكال ارتري، وهو برانش برضو من الانتيرير ديفيجن. هو للاسف الانفيرور فيزايكل ده موجود في الميلز بس مش موجود في الفيميل، لان الفيميل موجود عندها في المنطقه ديت فاجينا ويوترس، فالانفيرور فيزايكل ارتري ما بيبقاش موجود في الفيميل، بيبقى موجود مكانه ارتريز رايحين للفاجينا او رايحين لليوترس. طيب ايه تاني ممكن يغذي اليورين بلادر؟ قال لك بص، في ارتري برضه خارج من الانتير ديفيجن المفروض ان هو رايح للريكتم اللي موجود هنا، بيدي برانش. الارتري ده اسمه ريكتال ارتري. اخر ارتري معانا ارتري كبير برضو اسمه الاوب تيو ريتور ارتري. الاوب تيو ريتور ارتري بيدي برضو برانشات لليورينر بلادر. يعني اليورينر بلادر بتتغذى مينلي بتو ارتريز، السوبيريور فيزايكل والانفيرور فيزايكل، مينلي في الميل الانفيرور فيزايكل، وبرانشات اخرى من ارتريز ثانيه زي الريكتال ارتري والاوبتيوريتور ارتري اللي خارجين برضه من الانتيرور ديفيجن، هم معديين ورا البلادر بيدوها برانشز. طيب كده اتكلمت على الارتيريال سبلاي. طب الفينوس درينج، قال لك بص على الانفيرو لاترال سيرفيس بتاع اليورين بلادر، بالازرق على الانفيرو لاترال سيرفيس بتاع اليورين بلادر
بيتكون فينوس بليكسس بهذا الشكل. الفينوس بليكسس بيتجمع الفينز بتاعتها عشان تروح تعمل بليكسس أخرى ورا اليورين بلادر، وبعدين اليورين بلادر البليكسس دي تروح تصب مباشرة في الانترنال إيلياك فين. طيب الليمف درينج بتاع اليورين بلادر، ادي اليورين بلادر، كان عندي تو ارتريز انترنال واكسترنال ايليك. لاحظ ان الانترنال ايليك ارتري والانترنال ايليك فين هما اللي بيدوا المين بلاد سبلاي بتاع اليورين بلادر، بينما الليمف درينج بتاع اليورين بلادر كله بيروح عشان يصب في مجموعه من الليمف نودز موجودين حوالين، مش الانترنال ايليك بقى، حوالين الاكسترنال ايليك فيزلز او الاكسترنال ايليك ارتري، وبرضو بعضهم بيروحوا يصبوا في ليمف نودز تانية موجودين حوالين الانترنال ايليك. فاحنا ممكن نقول انترنال اند اكسترنال ايليك فيزلز. ده كده البلاد اند ليمف سبلاي والدرينج بتاع اليورينال بلادر. طب النيرف سبلاي، دي اليورينال بلادر، اليورينال بلادر بيجي لها ثلاثة نيرفز، واحد سوماتيك تاني سمباثيك تالت بارا سمباثيك. سمباثيك والبارا سمباثيك، تعال بقى نشوف كل واحد منهم جاي لها منين وبيعمل ايه. اولا السوماتيك ده هو المسؤول عن الفولنتري كنترول اللي بيخليك تتحكم في اليورين بلادر، سواء تعمل ميكتيوريشن، انت اللي بتختار انك تعمل ميكتيوريشن او انك تمنع الميكتيوريشن. تلاقي نفسك مثلا قاعد في الامتحان وعن ما عندكش وقت، فمش عايز تعمل ميكتيوريشن، مش عايز تتبول دلوقتي، فتعمل تحكم في اليورين بلادر، تعمله عن طريق السوماتيك كنترول، انت اللي بتتحكم فيه، وده عن طريق البيري نيل برانش. البرينيال برانش ده اصلا جاي من نيرف موجود في منطقه البلفيس، نيرف مهم جدا اسمه البيودندال نيرف، وده مسؤول عن الكنترول الفولنتري كنترول على اليورينري بلادر. السمباثيك، تعالى كده نشوف السمباثيك جاي منين. السمباثيك ده اتخيلت معايا ان ده السباينال كورد، المفروض ان فوق هنا دي الثوراسيك، دي اللمبر، ودي الساكرال اريا. السمباثيك جاي تحديدا منين؟ جاي من اللور تو ثوراسيك، وجاي من الابر تو لمبر، يعني جاي من تي 11 و12 وال 1 وال 2. بيشيل من اليورينال بلادر الاحاسيس اللي ممكن تعمل ستيميوليشن للسمباثيك زي البين، لو في عندي اي الم في اليورينري بلادر بيشيله، خاصه الام الحصوات والاوفر ديستنشن لو اليورينري بلادر امتلأت بالكامل. طيب الباراسمباثيك، الباراسمباثيك جاي من البلفيك اريا ومن البلفيك سبلانكنيك نيرفز، تحديدا منين؟ قال لك من اس 2 و 3 و 4 في السكرال اريا عن طريق البلفيك سبلانكنيك نيرف. بلفيك سبلانك
neck nerve. وظيفته ايه؟ وظيفته انه بيروح لمنطقة الاسفنكتر بتاع اليورين البلادر اللي موجود تحت ده كده. الاسفنكتر ده لما يروح اليورين البارس امباثاتيك يبقى اكيد انت عايز تعمل ميكتوريشن، يعني هو هيبقى نيجاتيف على الاسفنكتر، يعمل انهبيشن للاسفنكتر يخلي الاسفنكتر يفتح فيعمل عملية الميكتوريشن اي تبول. كمان بيبقى برضو ممكن يوصل للمسلز بتاعه البلادر، لما يوصل للمسلز بتاعه البلادر يحاول انه يعمل ديستنشن في المسلز فيخلي اليورين البلادر او يعني يحاول ان هو يعمل كونتراكشن في المسل عشان يخلي اليورين البلادر تعمل ميكتوريشن. لما يحصل كونتراكشن في المسلز تدفع اليورين خلال اليوريثرا. وكده احنا وصلنا لنهايه جزء اليورين البلادر. اشوفكم بخير في فيديو جديد. سلام عليكم.